فعلها وزير الدفاع سمير مقبل ومدد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير 6 أشهر، منطلقا من اقتراح قائد الجيش وبناء للمادة 55 من قانون الدفاع التي تنص على تأجيل التسريح للمتطوع ولو بلغ السن القانونية في حال الحرب أو حالة إعلان الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن. قضية اللواء خير عملية واضحة وقانونية 100%. أنا استناداً على هالقانون هذا، على المرسوم الشراعي 102، وعلى صلاحياتي أنا كوزير دفاع حسب قانون الدفاع يلي بيمنح حصرياً وزير الدفاع بالموافقة أو عدم الموافقة على أنه يمضي هالقضية، أنا استعملت صلاحياتي 100%. مدير المخابرات العميد الركن إدمون فاضل يفترض أن يسرح في 20 آذار المقبل، ووزير الدفاع اتخذ القرار بالتمديد له أيضاً 6 أشهر. اليوم خلينا نحكي بالاستحقاق يلي جاي دغري ولا يلي هو مدير المخابرات العميد إدمون فاضل. اليوم هيدي كمان حصرياً من صلاحيات وزير الدفاع أنه يأجل تسريح على اقتراح قائد الجيش، هيدي ما فيها أخذ وعطاء، حيث هذه التابعة ومن صلاحيات وزير الدفاع. في الأول من الشهر العاشر تنتهي الولاية الممددة لقائد الجيش، ووفق تفسير وزارة الدفاع فإن المادة 55 تعطيه الحق بتمديد سنوات الخدمة 2، كما تعطي رئيس الأركان اللواء وليد سلمان الحق بالتمديد 1 سنة خدمة. إذا ما استجلش ما طبق على بعض القيادات يمكن من مصلحة الوطنية ومصلحة كذا يتخذ قرارات مثلا ما حدا، بس ليش عم نستبق الحوادث نحن ونقول لا لا بدنا ننتقل برئيس الجمهورية، حيث البلد ما بيقدر يمشي بلا رئيس جمهورية. تمديد الضرورة المطبق حصراً على أعضاء المجلس العسكري لا يستبعده وزير الدفاع تمديداً للعميد شامل روكوز الذي قد يسرح قبل أيلول. إذا نحن اليوم بحاجة للعميد شامل روكوز ونحن بحاجة لضباط من هالنوع كله قائم على درس الموضوع وتطبيق القوانين. قبل أن يجف حبر التمديد للواء خير وللعميد فاضل في اليرزي جاء الرفض من العماد عون نفسه وبتفسير مضاد لقانون الدفاع معلنا سحب الثقة من وزير الدفاع. نحن نسحب الثقة من وزير الدفاع سبب تجاوز الصلاحية في ممارسة الحكم، تجاوز صلاحياته. ثانيا التغاضي عن المخالفات المرتكبة في مؤسسة الجيش، تجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية لأنه عم يأخذ صلاحيات الوزارة. المطلوب من الحكومة مجتمعة تصحيح هذه الأخطاء وإلا تحملت مسؤولية ونتائج الأخطاء المتراكمة. أخشى من أنه قصة التمديد تصيب كل الحكومة، كل وزير يكون عنده النمط تبعه تمديد ويشتغل على ذوقه وعلى خاطره. الموضوع ما تسكروه هين، خطر جدا لأنه عم يفكك الدولة. تناقض في تفسير قانون الدفاع كما هو التناقض في تفسير الدستور وعمل المؤسسات، فهل يفتى بتعميم التمديد أم يكون الحل بإخراج مشروع رفع سن التقاعد للعسكريين من درج رئاسة الحكومة في اللحظة الأخيرة فيمدد للجميع 3 سنوات من دون إحراج لأحد؟